من أعجب العجب أنه ظهرت طائفة اليوم في مجتمعنا سبحان الله يتلذذون بما يحدث لإخواننا في فلسطين. والطامة الكبرى هذه الناس يتسمون باسم الدين وما يعرفون بأصحاب الجرح والتجرح، مرجئة آخر الزمان. بلي سبحان الله ما يقع لإخواننا في فلسطين اليوم راهي حرب إبادة، زيد راهي حرب بين الإيمان والكفر، راهيش بين السنة والبدعة، إيمان وكفر، حرب إبادة. ومن علامات أهل الإيمان الفرح لفرح المؤمنين والحزن لحزن المؤمنين والتألم لألمهم. قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه هي أهل الإيمان. اليوم الناس كاين هادو ما أهل الجرح والتجريح، والمشكل باسم الدين، يقول لك ما تدعي لهمش، لا تدعو لهم، ولا يروح يسأل المشايخ تاعو، يجوز ندعو لنا، سبحان الله هذا كفر وإيمان راهو تاعهم. يقول لك خاطش حماس، إيوا حماس إخواننا في الله. زيد فوق ذلك يقول لك بعض الناس اليوم يتشدقون، يقول لك لماذا يتجرؤون، يعني فعلوا فعلتهم باليهود لينتقم منهم اليهود. نعم لابد، لأنه معروف عبر التاريخ أن الظالم دائما ترضعه القوة. الظالم لا يفهم بالتي هي أحسن، رغم عايشين في سجن كبير سنوات، فعل بهم اليهود ما الله به عالم مع تخاذل العرب في نصرتهم. وزيد تبقى هكذا، نعم بهذه الأمور نعم سيموت الآلاف من المسلمين، نعم لا ننكر هذا الأمر، لكن لابد من فعل هذه الأمور باليهود ليتحصلوا على استقلالهم. ليقرأ تاريخ الجزائر، كيف استقلت الجزائر؟ كيف حدوما هذا المرجئة هذوما وهذو مرجئة، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله، قال المرجئة هم يهود القبلة، هادو علموهم عقيدة الإرجاء. كيفاش خوتي فلسطين ما ندعي لهم؟ واللي يدعي لهم ليس من أهل السنة عندهم. سبحان الله احنا في الجزائر في حرب التحرير، ما كاش كاع منطق تاع تكافؤ القوة بين الجزائريين وفرنسا، ما كاش. فرنسا ذاك الوقت كانت أقوى دولة في الحلف الأطلسي، والثورة بدات بنادق الصيد، بداوا الثورة المجاهدين بداوا بنادق الصيد، ومات عشرات الآلاف من الجزائريين والمسلمين، لا وفرنسا مات منها، لكن لا مجال للمقارنة. صح في الاخير بفضل الله ثم بفضل الرجال دين الاستقلال. لازم تضحيات، هكذا هما ينطلقون. وسبحان الله في غزه عندهم يجعلون بعد سيره رسول الله عليه الصلاه والسلام يجعلون ثوره التحرير قدوه. يقول لك شوف الجزائر مع اعظم قوه انذاك فرنسا بداوا بنادق الصيد، وسبع سنوات قتال وتحررت الجزائر. هما هكذا كيفكر، يقول لك نديروها نموتوا معليش، بعد يجي غير من الغلمه يقولك هذوك مبتدعه ما تدعيلهم. سبحان الله هذوك الشباب مات شباب في من فلسطينيين سبلوا انفسهم اعز ايام حياتهم 22 سنه في عمره 23 سنه رايح ويودع الام تاعها ويقولها ما نوليش. راجل هذا يخرج يشري كاوكاو مول العشاء ولا تا يقعد برا ويبدا مبتدعه. شر الناس انا عايشين معاهم، الحمد لله قسم الله ظهورهم، لكن احذروا من هؤلاء الناس، احذروا منهم. سبحان الله شباب في اعز ايام حياتهم في غزه رايح ويودع الام تاعو خلاص ما تزيديش تشوفين، داموه لله، حسبهم كذلك والله حاسبهم. ولهذا ايها الافاضل ننصر اخواننا بما اوتينا، احنا كما يقول لك العين بصيره واليد قصيره، بالدعاء لهم بالصدقه من اجلهم، وان لا نفتر لهذا ونفر عليهم. فرحنا كاع واش داروا وحزننا واش صار لهم. هذا هو المؤمن، من علامات أهل الإيمان. ومن علامات أهل النفاق إذا حرب الإسلام سكتوا، وإذا أخطأ أهل الإسلام ظهروا كما أهل الجرح والتجريح، ينطبق عليهم الوصف حذو القدة بالقدة، وكما قال القائل فيهم فهؤلاء الذين يمنعون الماعون ويداوون الحمى بالطاعون، فلا الإسلام ينصرون ولا الكفر يكسرون، حالهم كما قال الله تعالى هم